تقتل. لا تقدر، لا تقدر، تايمت مع واحد لا تقتله. لا اضرب اضرب راح يموت عدو. لا تقتله يا اخي والله. لا لا يا اخي لا والله مستحيل، اقسم لك بالله يا اخي والله العظيم. يو السلام عليكم خوتي واخواتي، واش راكم؟ اميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. طبعا يا اساطير مقطعنا اليوم راح يكون مقلب النوب. صدق او لا تصدق، الصحراوي يقوم بمقلب النوب بعد غياب 10 اشهر. ب10 اشهر ما قمت بولا مقلب النوب، يعني تقريبا عام كامل. اليوم راح نسوي فيه مقلب النوب يا اساطير، ونفاجئهم بحسابي الحقيقي. راح ادخل العب مقلب النوب واقول لهم اشحنوا لي، علموني كيف العب، كيف تضرب هيد شوت لونه الاحمر اللي دائما يطلع لي لون اصفر. بدون ما اذكركم، قاعد اسوي بثوث مباشره كل يوم مع نزول هذا المقطع على الساعة 5 بتوقيت الجزائر. تعالوا كلكم البث المباشر راح تلقوه في صندوق الوصف وفي اول تعليق. اوكي اساطير، اليوم جبت لكم موقع اسطوري، موقع فيك انك تربح منه حسابات فري فاير، وفيك انك تربح منه كمان بطاقات جوجل بلاي. طبعا اذا انت يعني ما عندك حساب فري فاير ولا حسابك تبند ولا اي شيء من هذا القبيل يا حبيبي، اجمع النقاط في هذا الموقع اللي راح تلقى الرابط تبعه في اسفل الفيديو. اجمع فيه النقاط وادخل هيك على خانه فري فاير، تخطى هذه الاعلانات، يعني عادي فيك تتخطاها بكل سهوله. ادخل هيك اساطير وتنزل تحت، راح تلقى حسابات فري فاير مجانا. فري فاير رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، اي شيء بدك اياه راح تشوفه من هنا. طبعا اذا انت عندك حساب اسطوري، حساب فري فاير، وما يهمك هذا الشيء، اكيد راح يهمك يا صديقي، لانه اذا جمعت نقاط في هذا الموقع بمجرد مهام تسويها يعني بدون مال، راح تحصل على بطاقات جوجل بلاي بقيمه 10 دولار، 25 دولار، 50 دولار. طبعا يا اساطير الروابط تبع هذا الموقع راح تلقوها في صندوق الوصف تحت. اوكي اساطير، باذن الله اذا شفت دعم اسطوري على هذه السلسله راح استمر فيها في قناه، انتوا ادعموا وانا راح استمر. المهم لازم توصلوا هذا المقطع ل 15000 لايك حتى نعمل لكم جزء ثاني مره اخرى. لهيك اساطير لسه حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، اهم شيء حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات باسرع وقت، وخليكم مع المقطع. ليتس جو. 64 الصحراوي يدخل السكوادات. السلام عليكم. تيرينغ تيرينغ تيرينغ. 499 64. السلام عليكم اخي. تسمع اخي تسمعني؟ ايه. انت من وين؟ من سوريا. من سوريا يا حبيبي، والله بعشق سوريا. انت من وين؟ انا من الجزائر. احلى ناس. يا حبيبي كم عمرك؟ عمري 11. او شت، تعرف تلعب فري فاير؟ ايه اعرف من سوريا. ممكن تعلمني شوي؟ وهل شي علمك عدم بين انك بي سي؟ ايوه انا العب بي سي، بس انا مبتدئ بالبي سي. اوكي، بنلعب سكواد بيلعبون معنا. المعلم يلعب فري فاير. الو مستفز تسمعني؟ عنده هيد شوت 81%. مين؟ انت. انا مش انا. انت وايت. انت وايت. او شت، لقد قال لي انت وايت. تكلم سكران، شوف دنيته يا حبيبي يا خوف. ايه يا اسطى، انا سكر، انا سكر ومش سكران، وبدي افوت معاكم للكلان. يا اسطى انت شكلك ده مش حسابك الاساسي، تمام؟ وده انت بي سي اصلا، وده مش حسابك الاساسي، وجاي شكلك بتعمل مقلب، تمام؟ فصباح الفل. صباح الفل. صباح القشطه. لا يا حبيبي حبيبي حبيبي. ما فهمت يعني شيء، كيف يعني اسوي مقلب؟ يعني هي فري فاير تقدر تعمل فيها مقلب؟ يا ده اكيد مقالب مش مقلب واحد. لا يا حبيبي انا ما اعرف يعني، فممكن تعلمني انت. السلام عليكم. السلام عليكم. تدي لي سندوتش؟ لا بس ممكن تدي لي سندوتش معك؟ تعال كل حبيبي. اوكي، يعني سندوتش ايه هو؟ همبرجر. لا ما اعرف يعني شو يعني همبرجر. اخي همبرجر هذا طعمه لذيذ وجميل. ايه الحلاوه دي؟ يا حبيبي بدي اقول لك شيء، انا كان عندي حساب حلو فهمتني، يعني حساب فتحته من 3 اشهر، فهمتني كيف؟ يعني حساب اسطوري وتبند لي، يعني كنت انا جديد بالفري فاير، يعني سويت هيك ملفات بالبي سي وكذا، تبنت لي. الحين فتحت حساب جديد. كان ليفل كام؟ كان ليفل كام؟ كان ليفل 45 كاملة. والله كفو. ايش يا حبيبي قاعد تضحك؟ وانت انت انت بالجراند ماستر. كيف وصلت لجراند ماستر؟ عادي يا صاحبي، هاكر انا. لا يعني ممكن تقول لي يعني السر اللي خلاك توصل لجراند ماستر؟ يعني انت جراند ماستر بالكلاس سكواد ولا بالرانكد؟ كلاس سكواد. ممكن نلعب مع بعض في يعني كلاس سكواد وتفهمني يعني شوي اللعبه، ولا نلعب في التدريب؟ خايف انك تكون بوت. لا حبيبي يعني انت ما فهمت قصدي، يعني انا اعرف العب واعرف يعني مثل ما نقول احنا نختار الاسلحه وكذا، بس ما نعرف يعني
يعني السلاح الحلو مع السلاح. قال لي صديقي قال لي يعني ما تاخذ اثنين شوتجن، قال لي خد واحد شوتجن بس. معه حق ولا قاعد يكتب علي؟ لا عنده حق. شوتجن مدى قريب وشوتجن مدى بعيد. يعني في شوتجن يضرب بعيد؟ في شوتجن مدى قريب، واحسن لك تجيب اي كي مدى بعيد او سكور مدى بعيد عشان تعرف. يعني هو احسن سلاح سلاح الاي كي؟ الاي كي او سكور او اي سلاح. اوه انت دخلت بسلاح، ليش انت دخلت بسلاح انا ما دخلت بسلاح؟ انت بتلعب بسي يا صاحبي، انت بتعرف تلعب بسي؟ لا انا بسي بس يعني لساتني مبتدئ، يعني ما اعرف اركض حتى بالركضة السريعة ديك. روزا اطلق روزا او يوم بي. اوكي اخذت لك روزا واخذت شو يوم بي. جانا او يوم بي حلو، اليوم بي جميل. خلي يوم بي جميل. دقيقة دقيقة، بسلاح جميل. دقيقة، ما في سلاح اسمه جميل. لا خير خلاص خلاص، اخذت اخذت هذا هو سلاح اي ام بي صح. يلا يلا وريني. صار عندي ملابس، وريني كيف اضرب. يعني شوف شوف حبيبي حبيبي، يعني شوف شان، يعني من الاحسن انك تضرب هيك صح صح. حبيبي ايش قاعد تضحك؟ عملت لك لايك. شكرا شكرا على اللايك، شكرا. صراحه يصير حسابي اسطوري مثل الاول. والله قتلته، شو 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 لما قتلته انبطح على الارض. ابعث لي طلع صديقه، ابعث لي يلا ابعث لك طلع صديقه. يلا 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 راح نطلع من الجيم حتى نلعب مع بعض. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين انسانيه وصحراوينيه اكثر منه. شوف شوف يا حبيبي راح ندخل، ايوه راح ندخل باتل رويال. سوي 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 ثنائي ثنائي احسن. يلا انا انزل دقيقة، انزل. ما حب ينزل. انت كمبتدئ العب على السكور. اوكي. ما حب ينزل، وش اسوي له؟ انزل انزل، دوس على العلم اللي عليه. دوست على العلم ما نزل. يلا نزل 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 نزل. انا نازل بسرعة. اوكي علمني صاحبي طريقة، قال لي لما تنام بالهواء يعني تنزل بسرعة، فهمتني؟ هو عنده حق ولا قاعد يكتب علي؟ لا يا اخي هذا صاحبك وفي ليك، كفو عليه. صادق صادق صادق. هو اصل اسمه الصادق. الله يعطيه العافيه. كيف عرفت كيف عرفت اسمه؟ انا هاكر، انا هاكر اسامي. انت هاكر اسامي؟ بعرف الاسامي قبل ما انت. حبيبي حبيبي لقيت رقصه، لقيت رقصه في الحيط اسمها باتل انستيل. يعني هذه الرقصه صح ترقص تعطيك ذهب. اسمع تيمت واحد، انا تيمت واحد لا تغدر. شو يعني تيمت؟ شو يعني تيمت؟ لا تقدر لا تقدر، تايمت مع واحد لا تقتله. تقتله؟ لا لا لا. مين مين لا اقتله؟ اوه قعد جنبك عدو، عدو جنبك، عدو 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 جنبك، عدو. لا اضرب اضرب راح يموت عدو. لا تقتله يا اخي، والله كان يتيم. عفوا عليه. شو يعني تيم؟ هذا يحب يصير رفيقنا. بس ما في اسم فوق جسمه، يعني انا قال لي صديقي لما يكون جسم فوق اسم الانسان يصير رفيقك. وشو عدو الثاني؟ عدو عدو عدو. اضرب اضرب. لا تحب تقتل. والله والله ساعدتك ساعدتك، انا تحسنت صح. لا كفو والله عليك، اقسم لك بالله. تلج، تعرف حاجه اسمها تلج؟ نعم، هذيك ذاك الابيض اللي يجي في الحقيبه. خليها معك، خليها ماسكها في ايدك يعني. امسكها في ايدي. يلا يلا انا انا قاعد امسكها في ايدي. شوف 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 شوف, شوف يا شادو صديقي، قال لي لما تروح للقلب يعني يرجع لك اللوت صحيح؟ لا يرجع لك صاحبك، اذا صاحبك طاح ومات يرجعه لك. دقيقة راح ارجع صاحبنا هذاك اللي قتلته الان اللي كان معك. هذا مش تبعنا، هذا كان ضدنا. بس انت قلت لي هذاك صديقنا. لا ما كان يتيم، كان ما يحبش يقتلني ولا يقتله. بس هو مش صديقنا. ما عادي يا اخي والله، بنحب نتيم مع الناس، نتعاطف مع الناس. اوكي فهمتك، يعني يعني اخرج من القلب. لما تلاقي حد بيتيم معاك يعني يفضل يقف يقف وينزل، يبقى بص لو في واحد بيعمل لك كده يبقى كده بيتيم. فهمت، يعني حتى انا اعمل له كده. لما تعمل له كده يبقى كده هو بيتيم معاك، ما تقدرش. فهمتك فهمت. يا حبيبي راح اضل ماسك هذه الثلجة. لا لا ما تمسكهاش، اجيب سلاحي. امشي بايدك، امشي بس امشي بايدي. دقيقه قاعد يمشي برجليه، قاعد يمشي برجليه. لا السيف السيف، خليه امسك السيف يعني. دقيقة هيك. ايوه امشي. يلا 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 يلا, يلا. اركب اركب السيارة معك. ممكن تخليني اسوق؟ يلا اسكب. دوس عليها وامشي عليها. غلط، انت ماشي غلط. وين من وين الف؟ دقيقة دقيقة راه الف. امشي شمال شمال، هذا هو الشمال يا حبيبي. علقت، كيف بدي اطلعها؟
خرقت السيارة. كيف كيف بدنا تعال نطلعها تعال. اطلع يا اخي ما ينفعش تطلع. دقيقة راح. يعني خلص السيارة السيارة هذيك راحت ما صارت تشتغل. دقيقة دقيقة وجاي دقيقة. اوكي اوكي بدك تاكل همبرجر ها؟ تاكل همبرجر تاكل همبرجر ولا ما تاكل؟ يلا يلا تحرك تحرك اجتنا العلامة البيضاء. هات العلامة البيضاء تاكل الناس. دقيقة 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 ادفعك. واد اسمع فيني. ايوه قاعد ادفعك ما قدرت ادفعك. تحرك اجت العلامه البيضاء تاكل الناس. اهلاب اخوي عامر اهلاب. حبيبي قاعد تاكل. صحه صحه صح. تعال قول معي. دقيقه انا جيت. هات شوي. قول. شكرا. يلا ليسكا. شوف هذا السلاح يضرب رصاصه واحده شوف. هذا احسن هذا احسن من ايكي. يدمج بيدمج اكثر من ايكي. يلا 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 يلا. كم عندك من الثلج؟ الثلج الثلج هذاك هذاك الكريات البيضاء. دقيقه احسبها. واحد اثنان عندي ثلاثة. يلا خذ واحدة تعال. اوه صاروا أربعة. وش أسوي بهم؟ أحطهم جدار صح؟ لو حد ضرب عليك حطها على طول، حطها أجبر وقتي. تعال في سكواد في ناس في ناس. شو يعني سكواد؟ سكواد يعني ناس ناس. كلهم إجاكم الأسطورة راح يخافوا. تعال أسطورة تعال. في سكواد يضرب. اوه قاعد يضرب قاعد يضرب شمال. دقيقة 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 أحط ثلجة دقيقة. حط الثلج وينه؟ يلا انا مشيت عليه ما بمش عليه. انت قلت لي لما يضربك انسان حط ثلج حطيته ما في انسان. يوم كمبل يا في المنزل في المنزل هذا هذا. اوه عنده كريات بيضاء. وين تحت؟ نزلت تحت ما لقيت ولا انسان. شو يعني كريمينال؟ شو يعني كريمينال؟ هذا كريمينال. اوه ضربته في راسه. والله ضربته في راسه. اوه والله ضربته في راسه. الرصاصه الاولى اجته 194. بعرف العب انا. بتفرج عليك ما جا 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 انسان جا انسان جا انسان بعدين اقتله. يلا اوه ضربته في راسه. والله ضربته في راسه. يلا بخليك تقتله. يلا ليتس جو. وينهم؟ حطيت حطيت ثلج وقفزت شفت. واو واو لا قتلني. والله قتلت واحد في رأسه والثاني في رأسه. والله إذا مش إذا مش مصدقني اسأل أخوي. حبيبي حبيبي شكرا شكرا. والله أني تعلمت كثير أشياء. يعني تعلمت أنه لازم ما تدخل بالسيارة للماء ولازم تكثر من كرات الثلج. شكرا حبيبي. والله حبيبي علمتني كثير أمور أكثر من صديقي. اخي صغير كمان عنده حساب في الفري فاير فهمتني. اي قال لي راه اعطيك يعني تدخل به عادي يعني تلعب به. حبيبي ممكن تفتح ذلك الرقم تيم كود وانا نخرج ندخل معك بحساب اخي صغير. يعني انت قول لي حساب حلو ولا العب بهذا الحساب احسن. ماشي ماشي صح. والله افتح الرقم. والله يا شباب بظن انه ردة فعله راح تكون عادية ما ادري ليش. والله نحس انه ردة فعله راح تكون عادية. هذا هو حساب اخي. يعني هو عنده كثير ملابس حلوة. يعني هذا اللبس اسطوري صح اللي عنده هو ابيض واسود. حساب حلو حساب حلو ما شاء الله. هو عنده كثير سكنات بس يعني ما اعرف شو هو يسكن. في كثير ملابس يعني ما تعرف وش تلبس. شوف هذا الراس اسطوري صح. الراس جيته على الفيت بس. يعني في شيء كمان في ناس يقولوا له الساكورا. دقيقه اوريك اياها. هذا صح؟ لا ده السكن الجيمر. يعني هذا الحساب ما فيه ساكورا يمكن. دقيقه اشوف شو يعني ساكورا. هو ذاك السكن البنفسجي صح يمكن. هذا هو قال لي بس الاول. لا هم قالوا لي انه بنفسجي يجي ساكورا. هو راس هيك راس تبع فير بس اول. الساكورا فير بس اول. كيف اعرف انه هذا هو؟ قلت لك بنفسجي. قالوا لي بنفسجي. لا مش بنفسجي اصلا. راس على بعضيها كده. كيف يعني؟ ايوه هكا هو. هذا هو الساكورا. اخوك من الفيض بس الاول. ايوه مقلب النوب. لا انا ما نعملش مقلب النوب يا حبيبي. انا اصلا نوب. لا والله كفو اقسم بالله مقلب زبط. والله زبط معك المقلب صح بصراحه. والله كفو. بصح ما عملتش ردة فعل اسطورية. قول واو والله فقلب اسطورية. والله صدمتني. قول لا والله اقسم لك بالله يا اخي ما تفرق معي شاكورة. انا تعاملت معك اخ يعني بدل اللعبة. والله متواضع. والله متواضع لدرجة قصوى. اوكي انا قدرت امثل عليه دور النوب وهو مثل ما قلوا اقتنع انه انا نوب. فهمتوني كيف؟ هذه هي العبرة بالموضوع. هذا هو مقلب النوب. اوكي شباب قاعدين نصور الفيديو
في البث المباشر. في البث المباشر صار يقولوا لي صحراوي ايش حلو ايش حلو. اوكي ليتس جو. والله راح تحلي. ايوه اوكي وصلتك جواهر صح؟ والله وصلتني اقسم بالله وصلوا. يا اخي شوف انا تشوفني قاعد نمزح لا لا يا اخي لا والله مستحيل اقسم لك بالله يا اخي والله العظيم انا كنت فاتح كنت بجيب التليفون كل يوم كنت بحاول افتح بث مباشر يعني ادخل على اليوتيوبر اللي فاتحين بث مباشر بحاول ادخل معاهم يعني ادخل معاهم رميات واكسب اقسم لك بالله والله اول مره افوز اصلا يا اخي اقسم بالله اول مره حد يشهل لي وبقى صادق اقسم بالله يا اخي يا شباب رده فعله كانت اسطوريه على الجواهر مش على السكر اوكي اساطير لهون نكون قد وصلنا الى نهايه المقطع لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناه اهم شيء اذا تحبوا هذا النوع من المقاطع وندخل هيك مع ناس قولوا عشوائيين ويسوي لهم مقلب النوب طبعا هذا المقلب كله صورته بالبث المباشر تعالوا البث المباشر مشان كذا يقول لك صحراوي هذا الانسان انت متفق معه لا يا حبيبي صورت في البث المباشر تعالوا اليوم للبث المباشر يا اساطير ممكن راح نسوي مقلب النوب وممكن راح نسوي تحديات مع المتابعين استناكم بالبث بصندوق الوصف اشوفكم بالمقطع القادم تشاو We'll be right back.